يا دكتور. ايه يا عفاف؟ ثواني بس عايزه كم كلمه كده. قول. عارف كل شيء معملين مال. بص جودي اللي جاي جديد من يومين ده مال عايز كده بتتاثر بايه؟ لا والله. اه والله. قول بسرعه. اتاثر يا اخويا بحاجه اسمها ايه؟ القطيه الجديده. والله واخويا. طب كملي. بص وكان كمان زمان كان مريض بالروماتيزم ده بقى اللي اثر عليه وخلاه بقى يرسم العظم والحاجات الغريبه دي. يا يخرب بيتك يا عفاف بتجيبي الحاجات دي ليه؟ كملي. ده عايز اسالك الخلاصه. بص كان بيتاثر ببيتر بيرنس اللي كان شغال معاه في المكتب وهو اللي خلاه يشتغل معاه في الازاز بقى والحديد والحاجات الغريبه دي. وكمان يا اخويا اشتغل في ايه؟ البنت قالت لي بص اشتغل في حاجه اسمها ايه؟ النظريه التصميميه المعماريه دي برضه اثرت عليه قوي. بيتر بيرنس؟ اه بيتر. ده انتوا فاضيين قوي. الدكتور ده هدرا كدبرا اظهروا يا اسيادنا الحربان عليك الامان. خشوا. استنوا لا تولعوا مكانكم. خش 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 يا عفاف. جبنا استنى استنى انت جبنا معماريين ولا ايه؟ لا مفضل فين؟ طب اقعدي. ازيك يا عفاف؟ الحمد لله. ازيك يا كبرتنا؟ تمام. ايه جبنا الناس دول ليه بقى؟ بصي الاثنين دول حالهم زي ما انت شايفه كده. دي واحده اسمها مرام راكبها واحد معماري اسمه مسمار دول، ودي بقى واحده اسمها امنيه راكبها واحد اسمه جودي. جودي؟ جودي. استني عرفت الطالع بتاعهم من جامايكا دلوقتي. جامايكا جاما. يا جامايكا جاما. ايه الطالع بتاعهم دول؟ جاما. مالهم؟ جي ماما ماما. خلاص يا جامايكا روح انت بقى.